السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الدرس الثالث من MVMET. أول درس كان فيه على Database Manager، والدرس الثاني كلامنا على Spaces، ودلوقتي هنشوف ليوناردو الفيجواليز بتاع ال MVMET. بيظهر معايا بالشكل دوت، ممكن تختار New Map أو تفتح ال Open Map Manager بالشكل دوت، او هنبدأ نديله بقى ملف بتاع set A و set B. طيب set A هقول له افتح الفولدر دوت واختار الملف دوت، ده خاص بالمدينة من المدن في السيف. بدأت تظهر عندي المعلومات، هقول له بقى طب انا عايز B، وابدأ اختار برضو الملف التاني، بيبدأ يقراه. بيبقى عندي القدرة ان انا اقرا البيانات من هنا، مثلا الداتا ممكن اقول له ان انا عايز مثلا الاير تمبريتشر او الاير تمبريتشر دلتا، اي حاجة انت عايز تحطها. انا اختار مثلا الاير تمبريتشر. طيب والكاونتر ممكن اقول له انا عايز مثلا الويند سبيد. تمام الفيكتور بتاعي هنا ممكن تختار برضو سبيشال، والاروز سكندر ايرز ممكن تختار مثلا اتجاه الرياح مثلا او الصن بالشكل دوت، وهنقول له اكستراكت 2D. ظهر معنا بالشكل دوت الاير تمبريتشر. تمام وده ممكن تقول له بقى انا عايز ريفرنس، عايز اقارن بين الاي والبي. وهنا تقدر تعمل زوم الماب كنترول، هنا يظهر معايا بالشكل دوت. وهنا طبعا تقدر تشوف النورث بحيث ان انت تعدل فيه، السكندري الراو برضو لو انت عايز تعدل فيه، كل حاجة تقف عليها بيبدأ يجيب لك البروبرتيز بتاعتها، تقدر انت تعدل وتقول له ابديتد لو في عايز تعدل الخريطة الموجودة هنا. كل واحدة من دول تقدر تعدل الشكل بتاعها، وتقدر تعدل البيانات بتاعتها زي ما انت عايز. طيب خلينا بقى نروح للناحية نشوف حاجة 3D. فهتشوف بقى ايه الداتا اللي انت عايزها، الايز 3D عايز تشوف ايه. تمام وتقول له اكستراكت لل 3D. بيبدأ يظهر معايا هنا الـ View Control، تقدر تحرك الشكل الموجود زي ما انت شايف، تقدر تغير الـ Height وتغير تطلع وتنزل زي ما انت عايز. ممكن اجي هنا بقى من الباب Contents ونشوف الإعدادات اللي موجودة، تقدر تعدل فيها براحتك. خلينا على سبيل المثال مثلا نيجي هنا، تقدر تغير الـ Standard، تغير الألوان، وأول ما تغير حاجة بتعمل Update بيبدأ الشكل كله يتغير. تقدر تغير كل لون فيهم باللون اللي انت عايزه. ده هنا مثلا الليجن تقدر تعدل فيها، تقدر تعمل مثلا انيميشن للتغير، هيبقى عامل الحركه تبقى عامله ازاي. بتاعت الاير تمبريتشر والويند سبيد في 3D ممكن نفعل الليجند والسيتنج، تقدر تخش تعدل فيها زي ما انت عايز بحيث ان انت تشوف الحاجات مثلا بالنسبه فساد اليمنت باشكال مختلفه وهكذا. كل الاعداد تقدر ان انت تعدل فيها بسهوله. هنا مثلا ده الفيكتور 3D، تقدر تعدل في السرعة، الفيجواليز، ممكن تعمل فلتر لبعض القيم،
ممكن تقول له انا عايز اظهر الليجند، ان شاء الله مكملين مع بعض.